هلا إذا احنا اطلعنا إخواني وتكلمنا في درس سابق عن أحد مشاريع حزب الشيطان اللي هو بسموه مشروع سيرين أو سيرين، هذا المشروع هو عبارة عن مفاعل أو مسرع إلكتروني، يعني مسرع يعني تحت الأرض مسويين مفاعل زي كيف المفاعلات النووية، ولكن هذا يعني حجمه كبير جدا، أكبر مشروع سووه على وجه الأرض أو في الدنيا معروف عنه، يقوم بتسريع الإلكترونات بطريقة ما لإنتاج طاقة. هاي الطاقة هم بيقولوا إنه هدفهم إنهم بدهم يوصلوا لإشي اسمه، هذا أحد علمائهم اللي خرج من المشروع بعد ما هو فهم إيش اللي مسووه، يعني في له مقطع على الفيديو يتكلم أحد علماء هذا المشروع إنهم بيبحثوا عن شيء اسمه الجزيء الإله. الجزيء الإله شو يعني؟ يعني بيقولوا إنه الكون ابتدأ من حيثية صغيرة انفجرت وصار من هذا الكون، ففي هاي الحيثية الصغيرة بيقولوا إنه الخالق موجود في نفس هاي الحيثية وهو اللي أدى لهذا الانفجار وشكل هذا الكون. فلما انفجر هذا الجزيء اللي كان مسؤول عن الخطة في عملية التفجير والحياة، شو هو فين موجود؟ موجود في نفس المادة تبعت السماوات والأرض. وشو بدهم يسووا؟ بدهم يبحثوا عليه عشان يلاقوه، واللي بتمكن انه يلاقيه، هذا احنا طبعا اخوان لا نتكلم في علمنا، شو ما عملنا بننقل؟ بننقل علمهم، هم اللي بيحكوا فيه، يعني هم الشياطين حزبهم بيتكلموا في هذه الامور. وبقول لك انه اللي بيقدر يسيطر على الجزيء الاله شو بيقدر يسيطر؟ على الموت والحياة، وبيقدر يسيطر على الزمان والمكان، وبيصير في عنده قدرة انه يفتح بوابات زمكانية. شو يعني زمانية؟ مكانية، ينتقل فيها من زمان إلى زمان آخر، سواء للماضي أو للمستقبل، أو ينتقل من مكان إلى مكان آخر، يعني ينتقل من هون إلى مثلا مجرة أخرى من المجرات بلمح البصر، مجرد ما يدخل من باب بيصير في مكان آخر. هم بيعتبروها بوابات إما زمانية أو مكانية، أو ممكن تكون بوابة بنفس الوقت زمانية ومكانية بنفس الوقت. هم يبحثوا عن هذا الجزيء. هلا هذا احنا بنتطلع وبنقول انه المفاعل او المسارع الالكتروني او اللي هم مسويينه، هذا المسارع الذري اللي مسويينه، المقصد منه انتاج طاقه كافيه لايش؟ لتفعيل هذه البوابات الزمكانيه. بدهم ينتجوا طاقه، ففي عندنا الفكره اللي موجوده عندهم، ولا يمنع اخواني انه هاي الفكره موجوده عندهم مش بفهمهم لحالهم، بتفهيم مين؟ بتفهيم الأعور الدجال، إن الأعور الدجال بقولهم اعملوا كذا وكذا، يعطيهم معلومات ويرشدهم ويدلهم على ما يفعلوه، حتى أنه يتحقق في النهاية إله إيش؟ إمكانية الخروج من هذا الحبس اللي هو محبوس فيه. فهذه الإمكانية، فالفكرة اللي موجودة بين الأعور الدجال وحزبه من الشياطين، شياطين الإنس والجن، هي بطريقة ما تسخير الطاقة. تسخير إيش؟ الطاقة. هنجي نطلع إخواني على الطاقة من جديد. تذكروا هلأ إحنا فينا فكرة الطاقة من في جهة من الجهات، تسخير الطاقة للتحكم بالزمان والمكان والموت والحياة. تحكم بالزمان والمكان والموت والحياة، هذه عنده فكرة الطاقة. وعشان أذكركم إخواني فكرة الطاقة، عشان تشوف كيف هي من أحلامهم وأفكارهم، يعني أي واحد، وتكلمنا في هذا الباب قديما وسألتكم وقلت لكم، بيقدر يرجع لفيلم هم مسويينه اسمه فرانكشتاين. فيلم مسويينه في السينما شو اسمه؟ فرانكشتاين. فرانكشتاين هو عبارة عن شخص كان من العلماء عندهم ومات، وشو بدهم يسووا؟ بدهم يحيوه. فعشان يحيوه وصلوا لأنه عشان يحيوه شو لازم؟ لازم يوجهوا له مقدار معين من الطاقة. فتمهم يدوروا كيف بدنا احنا نقدر نوصل للطاقة عن طريق الكهرباء وعن طريق كذا عشان نحييه ونرجعه من الموت. وفي الآخر وصلوا انه أفضل مصدر للطاقة ممكن احنا نستغله عشان نحييه انه احنا ناخد طاقة البرق. لما تكون في غيوم ياخدوا يقدروا يمتصوا البرق ويدخلوها فين؟ في جسد هذا الميت عشان يحيا. وفعليا بقول لك في اخر الفيلم هم نجحوا انهم شو يسووا؟ ان هم يرجعوه من خلال هاي الطاقه لايش؟ للحياه. فهذه نفس الفكره اللي هم بيتكلموا عنها، عن ايش؟
عن إحياء الأعور الدجال أو إعادة الأعور الدجال وإخراج الأعور الدجال من سجنه. فالفيلم اللي هم بيحكي اللي هم مسويينه ومنتجينه هي عبارة عن أحد أفكارهم وأحلامهم اللي بيحلموا فيها، أحد الأفكار الموجودة فيها. فلا تذكروا إن هم بيفكروا بفكرة الطاقة، خلينا نرد على الطاقة على شقة ونيجي إحنا نأخذ شرعا ماهية الموت والحياة. ماهية الموت والحياة إحنا بنعرف إخواني الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، وبنعرف إن السماوات والأرض شو كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. عليكم السلام ورحمة الله. نعرف هذا الشيء. هلأ نيجي نطلع على الأرض، الأرض شو فيها أنواع مخلوقات؟ نعرف إخواني الأرض فيها النبات وفيها الدواب وفيها الإنس وفيها الجن، مظبوط ولا لا؟ الدواب كل ما دب على الأرض، كل ما طار في السماء، كل ما سبح في الماء بنسميها دواب. ففي عنا الدواب وفي عنا الإنس وفي عنا الجن وفي عنا الملائكة في السماوات ولكن تتنزل على الأرض بطريقة ما أو بأخرى. يعني هذه الأنواع الرئيسية. وفي عنا النباتات اللي حلقة وصل، حلقة وصل لتحويل المواد من شكل إلى شكل آخر، تحويل المواد من شكل إلى شكل آخر. ومنعرف إخواني إنه الحياة لا تستقيم، لا تستقيم بدون الطاقة. بدون إيش؟ الطاقة. يعني إذا إحنا قمنا الشمس من مكانها شو بصير في الحياة؟ خلاص تنعدم. هلأ الشمس مصدر الطاقة اللي إحنا نتكلم فيها، تذكروا كلمة الطاقة اللي موجودة فكرة الموت والحياة عند حزب الشيطان. الشمس اللي هي مصدر الطاقة، هاي الطاقة كيف تنتقل بين المخلوقات اللي موجودة على الأرض؟ خلينا نقول الدواب والنبات. النبات الله سبحانه وتعالى أعطاه القدرة، خلق النبات اللي حلقة وصل. تستطيع النبات إنها تأخذ الطاقة اللي موجودة في الشمس وتضعها داخل الثمرة، وهذه الثمرة مين بياخدها؟ بياخدها الدابة أو الإنسان ويتحصل على الطاقة. الله سبحانه وتعالى جعل النبات شو هي؟ وسيلة لتحويل الطاقة من الشمس لفين؟ عبر النبات إلى الدواب والإنسان. والله سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم عن الكرة الأرضية: وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. وتكلمنا في الأربعة أيام إخواني، قلنا أربعة أيام قبل شوي تكلمنا أنه اليوم قديش مقداره؟ 2250 مليون سنة. أربعة أيام يعني قديش؟ يعني تقريبا 9 مليار سنة. أربعة ونص تكلمنا، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. أربعة ونص مليار سنة صاروا ماضيين على الكرة الأرضية، والأربعة ونص لسه مالهم؟ تستطيع الأرض أن تحياها إن لم ينهيها سبحانه وتعالى. يعني الأرض في البركة اللي الله سبحانه وتعالى وضعها فيها، قدرتها على الحياة 9 مليار سنة، وعمرها حاليا قديش؟ 4.5 سنة، في نصف الطريق، وتستطيع أن تحيا تماما كما عاشت في السابق كمان 4.5 مليار سنة. ولكننا نعلم أنها لن تعيش، وأن الله سبحانه وتعالى الله رح ينهي هذه الحياة قريبا، يعني من العلامات والإشارات اللي الله سبحانه وتعالى، ولكن لا نعلم متى الساعة. علمها عند ربي، هذه أمر الساعة عند الله سبحانه وتعالى، لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. إنما الله سبحانه وتعالى تكلم إنه العمر، عمر الحياة أو البركة في الحياة مقدارها 9 مليار سنة، 4.5 راحت و 4.5 جاي. إذا احنا اطلعنا إخواني منلاقي إن هدول 9 مليار سنة بتوازوا تماما مع خلق الشمس. يعني علميا الشمس حاليا عمرها 4.5 مليار سنة، يعني عقد عمر الأرض. والشمس علميا، مع أنه احنا ما نعرفش علميا قديش عمر الأرض، إلا أنه علميا بنعرف أنه عمر الشمس راح تقدر تعيش كمان 4.5 مليار سنة. من الدراسات العلمية بنعرف أنه الشمس تستطيع أن تحيا أيضا 4.5 مليار عام. شو يعني؟ يعني كأنه الله سبحانه وتعالى ما يقول لك وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، اعتمادا على إيش؟ على عمر الشمس، اعتمادا على عمر الشمس. يعني الحياة لن تستقيم في الأرض بلا هذه الشمس. ولما الله سبحانه وتعالى ربط لنا الأربعة أيام، ربط لنا إياهم بإيش؟ بكلمة إيش؟ وبارك فيها. شوفوا تقدير الأيام هي بركة من الله سبحانه وتعالى. فالشمس التي تأتي من أو أشعة الشمس أو الطاقة التي تصدر من الشمس
تحط على الأرض؟ مين اللي بيقدر يحتويها لهذه الشمس أكثر ما يحتويها؟ النباتات، الأشجار التي خلقها سبحانه وتعالى، والنباتات التي خلقها سبحانه وتعالى على وجه الأرض قادرة على احتضان إيش؟ هذه الشمس، وتقوم بكل العمليات اللازمة وتحول هذه الطاقة مع ما تأخذ من هواء وماء وتراب لإيش؟ لهذه الثمرة. فالثمرة، الثمرة اللي بتخرج من النبتة أو من الشجرة هي خليط من الهواء والماء والتراب والطاقة اللي جاءت من الشمس، يعني جزء من الأجزاء الضرورية. وأي عنصر من هاي العناصر بنتهي أو بنتفي تذهب الحياة. يعني قلنا في الآية السابقة أولا الله سبحانه وتعالى لما حكى عن أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء، يعني بدون ماء ما في حياة. وفي الآية الثانية وبارك فيها وقدر فيها أقوتها في أربعة أيام، شو منقول؟ بدون شمس ما في حياة، نفس الإشي. وأصلا إحنا منقول الأرض شو هي؟ تراب، يعني سطح الأرض، أدمة الأرض، نقول قديم الأرض اللي هي من التراب. بدون قديم الأرض، بدون أرض بتقدر إنك تعيش؟ ما أنت أصلا موجود عليها. وبدون الهواء اللي إحنا موجودين فيها أيضا ما منقدر. فهدول عناصر أربعة رئيسية اللي هي عناصر الحياة، الماء والهواء والتراب والنار أو الطاقة. هدول أربع عناصر بنسميهم عناصر الحياة. فمنقول لما نتكلم ونقول أن الله سبحانه وتعالى ربط كلمة الطاقة التي تأتي من الشمس وتحط على الأرض وتأخذها النباتات وتحولها، ربطها بكلمة إيش؟ البركة. في عنا أول شيء اسمه طاقة، في عنا شيء اسمه بركة. اتذكر صار في عنا مصطلحين. نيجي للمصطلح الثالث. شو المصطلح الثالث؟ اللي هو الروح. شو هو الروح؟ ما هي الروح؟ كما نعلم الله سبحانه وتعالى يقول قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولكن بهذا القليل اللي بنتبعه في القرآن الكريم وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليش بنوصل؟ بنوصل إنه من ينفخ الحياة في مخلوقاته، بنوصل إنه جبريل هو حامل الروح وهو اللي ينفخها في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وأنه جبريل من أسمائه شو اسمه؟ الروح القدس. ومنعرف أنه سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام كان يحيي الموتى بمشيئة الله، وكان سيدنا عيسى يعني من أسمائه الروح، يعني في أنه هو روح الله سبحانه وتعالى، كأنه في من روح الله سبحانه وتعالى التي ينفخها في البشر. فكلمة الروح إخواني إنما هي مرتبطة مع إيش؟ مع الحياة. ومنعرف ملك الموت شو بيجي؟ بيقبض الروح، يعني بينزعها. ولما ينزعها شو بتصير؟ تنتفي الحياة، تنتزع الحياة. فالروح هي الحياة، يعني الموت والحياة مربوطات بإيش؟ بالروح. هلا نجي نتطلع، صار فينا ثلاث مصطلحات تذكروها اللي هي الطاقة والبركة والروح. نجي نتطلع إخواني لعالم الجان. عالم الجان بنعرف انه ابليس من ايش مخلوق؟ من نار، من مارج النار. شو المارج؟ يعني طرف اللهب. يعني هو اصل خلقه من ايش؟ من الطاقة، من النار، من اللهب، من طرف اللهب اصل خلقه. فلو سألنا واحنا مخلوقين من تراب ايهما اقدر، احنا ام الجان على التعامل مع الطاقة؟ الجان أكيد، لأنه هذا عالم المخلوق منه، هذا عالم المخلوق منه، هو مخلوق من الطاقة. فقدرة الجان على التحكم بالطاقة أكبر من قدرتنا إحنا البشر. عشان هيك الجان تحارب الإنسان بإيش؟ بهاي الطاقة. يعني الأمراض، خلينا نقول السحر، وأمراض السحر إنما تأتي من نتيجة إيش؟ نتيجة الطاقة اللي بتقوم الشياطين بإلقائها على مين؟ على البشر، سواء تحدث له مرض أو تحدث له تشويش في دماغه في بطريقة ما أو بأخرى. فحروب الشياطين على البشر إنما تكون من خلال إيش؟ التعامل مع الطاقة. طيب نسأل، كم قدرة الشياطين على التعامل مع الطاقة؟ هل تستطيع
الشياطين انها تتعامل مع الطاقه بقدره كبيره ولا محدوده؟ قدره محدوده، انما هي اكبر بكثير من قدره الانسان، من قدره الانسان. لربما من ناحيه علميه استطاع الانسان ان يصنع الات ومعدات تمكنه من الاحتواء، من احتواء الطاقه والتعامل فيها اكثر من الشياطين. مثلا على سبيل المثال سلاح الليزر، اليس نوع من احتواء الطاقه والتحكم فيها وتوجيهها؟ اكيد. وهذا سلاح الليزر شو ممكن يكون اخواني؟ يعني بنشوف احنا حاليا اجهزه صغيره ببيعوها ماكينات بقول لك بفحر على المعادن من خلال الليزر، يعني شعاع صغير بوجهه بحفر شقفة حديدة سمكها 10 سنتي أو 20 سنتي. شوف هاي القدرة من فين؟ من التحكم أو تركيز الطاقة. فقدرة الشيطان على التعامل مع الطاقة كبيرة، وقدرة الإنسان فين؟ في دماغه. يعني يستطيع الإنسان بطريقة ما أن يحتوي الطاقة من خلال أدوات ومعدات واستخدامها. وحروب المستقبل كلها قائمة على إيش؟ على التركيز على استخدام الطاقة. يعني اللي عنده قدرة حاليا إنه هو يحتوي الطاقة ويتعامل فيها سيكون في عنده سبق عسكري في المستقبل في كل الحروب. يعني تصور إنه يكون في عندك مدفع ليزر موجه بالكمبيوتر محطوط في السماء ويستطيع إنه هو ينقي أي نقطة، وإحنا بنعرف عن طريق الجي بي إس حاليا ممكن تنتقي نقطة بمقدار 10 ملي على وجه الأرض، إنك تحدد فين بدك تكون ضربتك وتضربها بإيش؟ بأشعة ليزر. تكون مش زي هاي الماكينة اللي تنباع مثلا بمئات أو آلاف الدولارات، ولكن تكون الماكينة كبيرة سعرها آلاف أو مليارات الدولارات.